كلام كتير دايما بنسمعه عن دور الدولة في الصحة والتعليم، فين الدولة في الصحة والتعليم؟ خلينا نشوف ونتابع اللي عملته لجنة الاستغاثات الطبية في مجلس الوزراء، اللي بتجوب المحافظات من خلال قوافل طبية معدة على أعلى مستوى لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين. يمكن شفنا خلال الفترة اللي فاتت مجموعة كبيرة من هذه القوافل لفت قرى ومحافظات مصر وجابت فيها طولا وعرضا، كان فيها تخصصات متعددة زي عيادات القلب، الأوعية الدموية، العيادات النفسية والعصبية، عيادات طب الأطفال، عدد كبير جدا ومتنوع جدا من المحافظات ومن أيضا العيادات. خلينا النهاردة نعرف إيه المحافظات اللي تم تحديدها من جانب اللجنة علشان تنزلها خلال الفترة اللي جاية، وهل اليومين اللي جايين هيكون التركيز على المحافظات الحدودية ولا محافظات الصعيد ولا وجه بحري؟ أسئلة كتيرة هنجاوب عليها النهاردة مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في رئاسة مجلس الوزراء. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يا ريت تكلمنا عن الدور اللي بتعملوه، أنتوا بتعملوا إيه؟ القوافل دي مجانا ولا مش مجانا؟ جابت محافظات إيه؟ إدينا نظرة سريعة. طيب خليني بس أوضح لحضرتك والسادة المشاهدين إن إحنا عندنا اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في رئاسة مجلس الوزراء، بدأنا مؤخرا بتوجيه من القيادة السياسية ودكتور مصطفى مدبولي بإنشاء وإعداد وتنفيذ العديد من القوافل الطبية الموسعة في جميع أنحاء الجمهورية. حتى إحنا بدأنا في 2021 غطينا 27 محافظة. إحنا القوافل الطبية عندنا مختلفة شوية عن القوافل اللي تم تنفيذها في من خلال قطاعات الصحة المختلفة. إحنا عندنا القوافل الطبية بتكون في 17 عيادة تخصصية، بيكون معانا كمان فريق جراحي، فريق جراحي بينزل بالتزامن في نفس ايام القافله اللي احنا بنشتغلها، بنكشف على الناس على الاوت بيشنت، بنشتغل على النظير الاخر وهو العمليات الجراحيه. يمكن بنركز كمان على عيادات اليوم الواحد، عمليات اليوم الواحد زي الانف واذن، زي الجراحه العامه، بحيث ان احنا بنشتغل العمليات ونبدا نعمل لها فولو اب، ما بتاخدش معانا وقت وبتخرج على طول بشكل سريع. يعني القوافل الطبيه عندنا كمان لما بدانا نكشف على العيانين، بس مش بنكشف على العيانين وبس، لا، احنا عندنا دور مهم جدا وهو ماذا بعد القافلة الطبية. يمكن هو ده الهدف الأسمى من القافلة، مش عايزين نكشف عليهم ونمشي وخلاص ونسيبهم، لا، احنا بنعمل داتا بيز. الداتا بيز دي عندي قاعدة بيانات. نعم، بنعمل قاعدة بيانات بحيث ان انا يكون معايا حد من الزملاء. اي حد اولا محتاج اي خدمة طبية مش موجودة معايا في القافلة، محتاج فحوصات وابحاث، محتاج جراحة مخ واعصاب، محتاج يروح ابو الريش او الدمرداش او القصر العيني، بنبدا نخلي الزميل ياخد اسمه وتليفونه والتشخيص والعمليه او الخدمه المطلوبه، بحيث اول لما نرجع من القافله عندي فريق اسمه فريق التدخل السريع، ده موجود جوه لجنه الاستغاثات الطبيه، ده مسؤول وهو مدرب بشكل كويس جدا على التنسيق لمثل هذه الحالات، ونبدا نطلع لهم قرارات علاج من نفقه الدوله والتامين الصحي وبعض قرارات علاج من رئاسه مجلس الوزراء. ويمكن الجميل في الموضوع ان تعليمات دكتور مصطفى مدبولي دايما ساعدوا الناس على قد ما تقدروا. ليه؟ المواطن لما يستشعر الخدمة الطبية التي تقدمها الدولة له في جميع أنحاء مصر، ده أهم رسالة، بيكون ده هو ده الانتماء. نعم. أصلا نعم، يمكن كان بيرسخ الهوية الوطنية عند المواطنين. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت، محافظات الحدودية وأقصى صعيد مصر ليه دور مهم جدا علينا وحق كبير جدا، قد يكون اتأخرنا عليه، ولكن إن شاء الله إحنا بنوعد إن إحنا هنكثف الخدمات الطبية التي تقدم له في اقصى صعيد مصر ومحافظات الحدوديه. طيب يمكن حضرتك بتنقل لنا دلوقتي صوره حتى غير الصوره المعهوده عن القوافل الطبيه اللي كانت يمكن موجوده قبل كده. قوافل طبيه مش فكره جديده بالنسبه لنا، كانت موجوده لكن الشكل كان مختلف. كنا بنشوف قوافل طبيه بتنزل ممكن تعتمد فقط على التشخيص ووجود بعض او توفير بعض الادويه. دلوقتي الموضوع مختلف تماما، فانا برضو عايزه اتاكد مع او اكد مع حضرتك على نقطه، فكره انه أنا مش بس نازل بأدي مهمة، لا، يعني أنا كل همي إن أنا أقدم خدمة يحتاجها المواطن، خدمة صحية، إن كانت أدوية، تشخيص طبعاً الأول، ثم أدوية لو في عمليات يوم واحد، ولو في عمليات أكبر من عمليات اليوم واحد كمان بيتم التدخل سريعاً معها والتعامل معها. نعم، صحيح الكلام ده؟ صحيح الكلام ده. يعني خليني أشكر حضرتك على السؤال ده. يعني كنا لسه في الواحات البحرية مع سيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كنا أربع وخميس وجمعة اللي فاتوا، ويمكن عشان بعد مدينة الواحات البحرية من محافظة الجيزة فبدأنا ناخد فريق جراحي معايا، فبدأنا ننسق لكل الحالات، حتى الناس في بعض الحالات محتاجة
محتاج جراحات مخ واعصاب، محتاج التعرض على الاساتذه المختصين في ابو الريش او الدمرداش او معهد ناصر او القصر العيني، احنا على طول بنتولى التنسيق ليهم مع المستشفيات، بحيث ان هو المريض يبقى جاي من مكان بعيد زي الواحات صحيح رايح على الطبيب الاستشاري اللي احنا مرتبين معاه، ما ينتظرش دور، يخش يتعرض على رئيس القسم يتعمل له الخدمه الطبيه اللي محتاجها. انا لسه عندي مريضه امبارح جبتها بتكلمني النهارده الصبح قبل ما اجي على الهواء، بتقول لي انا رحت واتحجزت واتعملت لي جراحه عامه، كان عندها مصروف بالاقامه بكل شيء. يمكن سياده الساده الوزراء المحافظين هم بيتعاونوا معانا في الموضوع ده، لان احيانا في بعض اهالينا في بعض المحافظات يكون مش قادر ان هو يجي، يعني لما اقول لعيان صحيح طبعا تعالى لي من هنا عشان خاطر اديك خدمه طبيه في القاهره، هيقول لا مش رايح طبعا. فلما يلاقي الدوله هنا دور تنسيقي مهم قوي ما بين رئاسه مجلس الوزراء وما بين الساده المحافظين والاجهزه التنفيذيه في المحافظات. سياده اللواء اشرف الداوودي محافظ هنا كان، انا بشكره جدا على الهواء، لان بدا يجيب لي وسائل مواصلات يوفرها لي للمواطنين من اهل هنا، حلو، وابدا انا اسالهم واجيبهم من القاهره ونديهم الخدمه الطبيه لحد ما حجز لهم مكان اقامه واعاشه داخل القاهره. جميل. يعني حتى لو المريض جه النهارده دي نقطه مهمه جدا طبعا، لان انا ممكن اقول انا بقدم خدمه وهتتلقى الخدمه مثلا في القاهره، نعم، زي ما حضرتك قلت، نعم، من هنا الواحات، نعم، البحريه، حلو هقدم لك الخدمه، بس التنقلات الاقامه ممكن ما اكونش عندي. انا عايز اقول لحضرتك ان هو كمان كان بيبعت معاهم سواق ومندوب من المحافظه مع اهالينا من هنا يجوا القاهره نكشف عليهم. ربنا يبارك له والله. اه والله، يعني في بعض الحالات هو جاب لنا 28 حاله طرف صناعي، راح جايب اتوبيس كبير جاب فيه ال 28 حاله وديناهم مركز العلاج الطبيعي والتاهيل التابع للقوات المسلحه. انا قابلتهم بنفسي هناك، بدانا نعرضهم على الاستشاريين المختصين، خدنا المؤيسات، بيتناهم في دار الاقامه، اديناهم الاطراف الصناعي، وعلى طول رجعوا لاهاليهم. لو تشوف حاجه كم الفرحه طبعا في المواطنين ويستشعر مدى هو ده. انا عايز اقول حاجه، حتى وهو راكب الاتوبيس وراجع لبلده، توفير الميه والشرب والاكل في الاتوبيس من خلال سياده المحافظ. فده الشيء الجميل في الموضوع، وده اللي بنقول دايما يا رب يتقبله مننا. صحيح. عشان هو ده اللي دايم طبعا. ويمكن دايما احنا بنقول هم اهالينا زي ما انا اهلي، هم دول اهالينا، ولازم كلنا كحكومه بنقول لكل الناس في كل حته احنا ان شاء الله مش هنسيب حد ولا نسيب اي شبر من ارض مصر الا ما ننزل نعمل قافله طبيه عندهم هناك ان شاء الله. انت بشكل شخصي سعيد باللي انت بتعمله؟ حاسس انك في فاليو او في قيمه بتعملها انت، يعني بغض النظر عن ده عمل حكومي وعمل بتاخد منه اجر وخلافه، انا حاسس ان انت يعني انا يمكن حته القوافل الطبيه لما بتنزل حاجه في وسط الناس، انا دايما من الناس اللي بتحب دايما تبقى في وسط المواطنين اللي بتسمع شكوى المريض ده، وده مش عاجبه النظام. يمكن انا كنت واقف في الواحات البحريه والله بقطع بنادي على الاسماء، يعني بنادي على الناس لما لقينا في تزاحم غير طبيعي على عياده العظام، فبدات انا بنفسي اخد التذاكر وانادي على الناس واحد واحد. ليه؟ لان لما حد من الناس تستشعر مسؤول من الدوله ونازل بنفسه واقف على الارض، هتدي رساله ايجابيه طبعاً للمواطنين، بتدي رساله ايجابيه عند المواطن البسيط، يقول لك لا لا ده بالواسطه، لا لا بالمحسوبيه، لا لا مش هروح مع الناس. هو عنده كونسبت، عنده تصور ان هي كل حاجه بالوساطه. لا ابدا ابدا، تعال حكي ارجع لي كمجلس وزراء وهتشوف مدى الخدمه الطبيه لحاجه تاخدها. احنا لما بننزل على سبيل المثال، انا كنت لسه في منوف محافظه المنوفيه يوم السبت اللي فات، كان معايا المؤسسه المحترمه هي جمعيه رساله الاعمال الخيريه، كان معايا قرابه 500 متطوع. لما طلبنا من الناس قلت لهم يا جماعه هاتوا لي متطوعين، فجابوا لي متطوعين محبين للخير. يمكن هو ده الشيء الجميل في الموضوع. ليه؟ وارد جدا حد من اهالينا يتعصب عليه، وارد جدا، لكن هنا الاحتواء، هنا الهدوء مع المواطن البسيط، وانك تعامله براحه وسكينه، ده مختلف تماما. حتى لو مش هنقدم له خدمه طبيه صحيح. يمكن زي ما كنت بتكلم مع حضرتك يا فندم، بجانب طبعا التعامل بالهدوء والسكينه وتفهم الوضع، تاني احنا بنغير صوره نمطيه كانت موجوده. نعم. عشان كده بس دي نقطة مهمة جدا. طيب حضرتك كنت بتتكلم عن انه بتتعاملوا وفقا لداتابيز او قاعدة بيانات، وانه انتوا بتجوبوا كل المحافظات، بس اكيد قبل ما قافلة بتنظم وبتتحرك لازم بيكون ليها تحضيرات واستعدادات حسب كل محافظة او حسب كل قرية بتنزلوها. ممتاز. ايه التحضيرات دي بقى؟ احنا عندنا الاول مجموعة من التنفيذيين في اعداد اي قافلة طبية. رقم واحد استطلاع المكان، اول حاجه نعرف المكان ده
مستحق ولا غير مستحق؟ مين اكتر واحد يقدر يقول لي كده؟ هو السيد المحافظ او الجهاز التنفيذي المحافظه من خلال مديريه ضمان الاجتماع. انت اول حاجه بتنسق معها المحافظ. اول حاجه المحافظه، اول حاجه المحافظ. من هو الاكثر استحقاقا وما هي الفئات الاكثر وما هي القريه الاكثر احتياجا؟ صحيح. والاولى بالرعايه، ده مهم جدا. واحتياجا لايه؟ واحتياجا لايه؟ مظبوط. احتياجا لايه بقى؟ يعني عشان حضرتك بتقولي احتياجا ليه مثلا محتاجه تخصص عظام. فنزود اطبائي في العظام. صحيح. الحاجة الثانية لو عنده إمكانيات في المستشفى المركزي القريبة منه أو المستشفى الجامعي، نبدأ على طول ناخد الفريق الجراحي اللي هو جراحي العظام، ونبدأ ناخد كمان معايا فريق التخدير، لأن ده مهم جدا طبعا. لأن في بعض المستشفيات قد يكون عنده ما عندوش الكادر الطبي من التخدير، فلازم أشوف مستلزماتي، هل عنده نقص في الأدوية ولا لا. طيب عندي دور ثاني مهم جدا هو الأدوية. بنبدأ ننسق مع شركات الأدوية. شركات الأدوية عندي مجموعة كبيرة جدا من شركات الأدوية بيتعاونوا معانا في توفير الادويه. الحمد لله رب العالمين، روح المكان بيكون عندي ادويه وبزياده، يعني احيانا بنرجع من القافله معايا ادويه، فهنا بنقدر نتبرع بيهم لمستشفيات المركز الموجوده بحيث نسيبهم لاهالينا هناك. ده الشق الثاني من الموضوع. الشق الثالث من الموضوع ان احنا عندنا مجموعه شركاء نجاح وهم مؤسسات المجتمع المدني. يمكن السيد الرئيس قال عام 2022 هو عام مؤسسات المجتمع المدني، فمن هنا كان لينا نظره من خلال الدكتور مصطفى مدبولي ان هو استفادوا من الخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني لأهالينا في مختلف المحافظات. فبدأنا ننسق مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، مصر الخير، الأرمان، جمعية رسالة الأعمال الخيرية، عدد كبير جدا من مؤسسات المجتمع المدني. دوره إيه؟ دور مؤسسات المجتمع المدني بينزل معانا بيوفر مستشفى للعيون، تبدأ تكشف على كل الناس معهم كل الفاسيلتيز والتولز، بيبدأ يكشف على الناس ويحول الحالات من خلاله بحيث ان احنا نقضي على قوام الانتظار، نعمل عمليات ميه بيضاء، ميه زرقاء، شبكيه، قرنيه، ونوفر حتى النظارات، يعني لما يجي كمان المريض ليه نظاره، الطبيب كتب له على مقاس نظاره، فيبدا بعد كده يختار الفريم اللي يعجبه، وبعد 10 ايام يتسلم له النظاره بتاعته في نفس المكان. يعني على جغرافيه خريطه القطر المصري، رحنا فين وناقص لنا ايه؟ طيب احنا زي ما قلت لحضرتك من شويه ان احنا رحنا كل المحافظات في 2021، ان شاء الله في 2022 متوقع نروح كمان نغطي كل المحافظات، وبنحاول بقدر الامكان. في ارقام للقرى؟ في ارقام؟ طبعا، احنا كنا لسه في الواحات البحريه عملنا في يومين 2300 مريض في اليومين في 15 عياده تخصصيه. كنا في المنوفيه يوم واحد بس كشفنا على 2400 مريض. احنا طبعا برضو عايز يعني استفاد من وجودي النهارده ويعني نشكر كتير جدا وزارة التعليم العالي لأن هم بيشاركوا معانا من خلال المستشفيات الجامعية. المستشفيات الجامعية احنا برضو بنحاول ناخدهم معانا في كل القوافر الطبية، بيوفروا عدد كبير جدا من الأساتذة المتخصصين. حتى الجميل في الموضوع ان هم بينزل معانا أساتذة دكاترة، أساتذة دكاترة وأستاذ مساعد، وأقل حد تقريبا بيكون مدرس أو مدرس مساعد موجود معانا في القافلة عشان تقدر تدي الفائدة الكبيرة على المواطنين. احنا ان شاء الله متوقع لينا الايام اللي جايه نروح حلايب وشلاتين، متوقع لينا ان شاء الله الاسبوع القادم نكون في حلايب وشلاتين على مدار اسبوع كامل. هنشتغل اول 3 ايام اسبوع كامل، اسبوع كامل ان شاء الله. احنا نسقنا مع ست اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، ان شاء الله هنشتغل 3 ايام مع عيادات خارجيه، نكشف على كل الناس، ناخد 4 ايام تانيين استكمال للاسبوع نعمل عمليات جراحيه، واخدين معانا كل الادوات والتجهيزات اللازمه من جامعه الازهر، شاكلين معانا بعدد كبير جدا من الاساتذه المتخصصين والجراحين اللي هيقدروا يشتغلوا العمليات الجراحيه هناك، بحيث ان احنا ما نقدرش نرهق اهالينا ونجيبهم مئات الكيلومترات للقاهره وغيره يعني. وحتى هنحول بعض الحالات الى مستشفيات وزاره الصحه في البحر الاحمر او اقرب مستشفى جامعي ليهم هناك ان شاء الله. طيب دكتور، هذه الخدمه الصحيه موجهه لفئات معينه، فئات الاولى بالرعايه. نعم. او الفئات الاكثر احتياجا. لما بتتوجهوا لمحافظه بعينها او قريه او مركز او او او، ازاي بتبقوا متاكدين ان هذه الخدمه تقدم لمن يستحقها بالفعل؟ طيب خليني اقول لحضرتك، لا احنا الحكومه المصريه لما بيجي لنا اي مريض عايز يعمل قرار علاج على نفقه الدوله مثلا او عايز يتعالج على حساب الدوله، لا احنا مش دورنا احنا نبحث عنه، لا ده مستحق ولا غير مستحق. ده في حاله انه في احتاجنا، اعتقد ده في حاله مثلا عمليه. نعم. لكن في الحالات الاقل من دي شويه، يعني اقل من العمليه شويه. لا، الوحيد اللي بيبحث عن مدى استحقاق الحاله وهو مؤسسات المجتمع المدني.
يعني على سبيل المثال لما تيجي مؤسسه من المؤسسات يتحمل تكاليف عمليات الرمد تمام، فهنا بيقول لا في واحد محتاج زرعه قرنيه، فنشوف البطاقه لو بطاقته ان هو منتفع تامين صحي ممكن نحوله للهيئه العامه للتامين الصحي بالتنسيق مع الاستاذ الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئه تمام، ونشوف الاقرب فرع ليه ايه ونحوله على هناك ونعمل له العمليه على حساب التامين الصحي. واصبح هنا في صدد منظومه قويه جدا وهي وزاره الصحه والسكان، ان هم اصبح عنده كل الامكانيات لعلاج الكثير من المواطنين يعني، فمن خلال قوائم الانتظار والعلاج على نفقه الدوله والتامين الصحي وكمان منظومه التامين الصحي الشامل طبعاً. اللي اصبحت دلوقتي بتغطي ان شاء الله يعني هتغطي كل ربوع مصرنا الحبيبه صحيح. ولذلك الوحيد اللي بيدور على مدى الاستحقاق هو مؤسسه المجتمع المدني، لكن انا اي مريض جاي لي القافله الطبيه بتقدم له الخدمه. نعم اقدم له الخدمه بالظبط، لكن ما اقدرش ابحث فيه ان هو مستحق او غير مستحق، لكن احنا بندور على القريه الاولى بالرعايه التي لا يتوفر فيها خدمات طبيه، لا يوجد فيها مركز مثلا لطب الاسره او عياده صحيه او غيره، بحيث ان هو ده بيصعب عليه زي ما تفضل الدكتور حسام الغفار ان هو ممكن يرجع للصيدلي او حد يوصف له علاج فيؤدي بضرر بحياته لا قدر الله. بتوفر الاطباء ازاي؟ يعني عندك تخصصات ربما من كل الاشياء، وبتجيبهم ازاي وبتقنعهم ازاي وازاي بيوفقوا ما بين حياتهم ويسافروا ويرجعوا؟ احنا طبعا بننسق مع المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة المصرية والهيئة العامة للتأمين الصحي، بحيث ان يبقى في تكاملية بين كل اطراف التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين، بحيث ان احنا يقدر مريض يستفاد. يعني لو عندي طفل جاي ما قبل سن المدرسة عمره 5 سنوات او 4 سنوات ينتفع بالتأمين الصحي ما قبل سن المدرسة، ولذلك هنا نقدر ننسق مع التأمين الصحي فنقدم له الخدمه الطبيه التي يحتاجها من خلال التامين الصحي. سريعا جدا بما ان حضرتك موجود معانا فهنستغل وجودك، القافله القادمه امتى وفين؟ هل حددت بالفعل ولا لسه؟ احنا عندنا ان شاء الله باذن الله القافله الجايه على طول هتكون يوم السبت القادم في مركز طوخ محافظه القليوبيه قريه اسمها صنهره تقريبا، هنعمل فيها قافله طبيه موسعه ما بين مؤسسه صناع الخير ومجلس الوزراء ومؤسسه السندس لذوي الاحتياجات الخاصه، ودي لها دور كبير جدا في علاج اطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصه وغيره. ان شاء الله اللي بعديها على طول هنسافر يوم الاربعاء باذن الله في نفس الاسبوع، هيكون موافق يوم 7 تقريبا ديسمبر، هنسافر حلايب وشلاتين وهنكون متواجدين هناك ان شاء الله على مدار اسبوع ان شاء الله. شكرا يا دكتور. دكتور محمود محمد شعبان عضو اللجنه الطبيه العليا والاستغاثات في برئاسه مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لحضرتك، ربما أوضحت لنا الجهود اللي بتقوم بها اللجنة في مجال زيارة القرى الأكثر احتياجاً والتعامل مع كافة الحالات. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً. شكراً.